خارج مبنى الحكومة الألمانية يتظاهرون مطالبين بالإسراع في إغلاق محطات الطاقة النووية، يطالبون بإغلاقها والتخلص منها بعد كارثة فوكوشيما النووية في اليابان. في الداخل، الحكومة تجتمع برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، وتعلن الموافقة الاثنين على الوقف الفوري للعمل في 8 محطات للطاقة النووية في انتظار أن يصادق البرلمان الألماني ومجلس الولايات على تعديلات قانون الطاقة في تموز المقبل، وهو ما رحب به حزب الخضر. هذا نجاح لنا كحزب للخضر، ليس لنا وحدنا، هو نجاح لكل من أعلن رفضه للطاقة النووية في العلن وداخل الأحزاب. خلال السنوات كانت هناك أغلبية واسعة ضد استخدام الطاقة النووية في ألمانيا، يقول زعيم حزب الخضر الألماني. وكانت الحكومة الألمانية قد قررت إغلاق كامل محطات الطاقة النووية في البلاد بحلول العام 2022.